هاد اللوحه سميتها الصرخه ديال واحد الرسام نرويجي معروف سميتو ادوارد مانك. واو دايره 125 مليون دولار. وياه راه من اغلى اللوحات في العالم. وكون نعاود لك كيفاش ترسمت راه تصدمي. قال لك لا ادوارد مانك كان ديبلاسي في ساحه جامع الفنا كيرسم خدام علي مابي وهو خدام داك الصاد طرمات واحد الريحه عاري مسطني شها واحد الطنجيه معسل درجوع ضرب يده وجيبو عنده هالاورو بغى يصرف درها بان لي غير كاش بليس قدامه مشى كانوا قدامه غير جوج الناس هو يضرب على واحد البلان في الشكال اللي كيصرف كيدير هاد الفاتش اوه اللي كيجي يصرف كيدير ويلي كيفاش هادشي ملي جات نوتو يصرف حط داك الاورو اللي عنده وهما يردوا ليه في كاش بليس بالدرهم فلوس كتير كتر ما موالف ياخذ الله يسخرين شنو هو هادشي كتير بزاف قال ادوارد مانك بالنورفيجي هو يقول لي داك خونا هنا ادوارد ما فهم والو ومع في الجوع ما قاوش فرحه حتى هو دار ابا تما فين تانسبير اخويا ما عطلاش مشى لجامع الفنا وارث ما ويطلع لنا الصرخ والله الا الالوه اللي داير ديال كاش بلس واش انا كنكذب عليك راه نقول لك الطريق انايا راه كاش بلس صرف فلوس كان شبكة كاش بلس سعر مناسب جدا وكالات فين ما مشيتي لقى اقرب وكاله كدير صرف العملات على www.cashplus.ma